جزاك الله خير شيخنا الحبيب، أحسن الله إليكم. آخر سؤال سم. يقول: هل معاوية أمر بسب علي رضي الله عنهما؟ هذا انا اريد ان افترض فرضيه. نعم. زين، افترض فرضيه. لنفترض ان معاويه فعل ذلك، اين الحسن والحسين؟ اين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ كيف معاويه يامر بسب علي؟ نعم. طيب، والحسن والحسين يسكتان. يسكتان، صحيح. وثبت ان الحسن والحسين كان يقدمان على معاويه كل سنه ويهديهما. جميل. طيب، جميل. والحسن ظل على بيعته، والحسين ظل على بيعته. الحسن إلى سنة 50 عندما توفي، والحسين إلى سنة 60 إلى أن توفي معاوية. طيب، أين آل البيت منها؟ إن صح هذا الكلام الباطل، طيب، أن معاوية كان يسب عليا. ثم ذكرنا أن عليا ومعاوية بينهما نسب، ونسب قريب، في الجد الرابع يلتقيان علي ومعاوية، فكيف يسب معاوية عليا أو يأمر بسبه على ما يدعون؟ فهذا من الكذب والزور ليكره الناس معاوية رضي الله عنه. أما القتال حصل القتال، لكن قضية السب وعلى المنابر بهذه الصورة ما كان الأمر كذلك، وإنما هذا من تزوير المزورين. هو جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في مسلم أن معاوية لما سأل سعدا قال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ وحتى هذا الحديث فيه كلام في سياقه. طيب، لكن على كل حال أنه سأله عن منع امتناعه، ولم يأمره بالسب، بل معاوية ممن روى أحاديث في فضل علي، منها حديث: لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. من رواة هذا الحديث معاوية رضي الله عنه. فكيف بعد ذلك يأمر بسبه؟ هذا كلام باطل أبدا، فلا يصح. جميل، لا يصح. واضح.